الحلقات والتحصيل. صباح النور، 9:39 دقيقة. هذا البرنامج الجديد، الخوخ بالفرشيطة. صباح النور، صباح النور، أشرقة الأنوار، الخوخ بالفرشيطة. صباح النور، حوت عليكم حويتة. بسم الله. صباح النور، صباح النور، مرحبا بكم في الخوخ بالفرشيطة. اليوم نشكيكم على الغرايب والعجائب. أعزائي المستمعين، بربي لنا على اليوتيوب، حطونا الخوخ كيفاش تاكلوه، اسكو بالفرشيطة، بالمغرفة، باليدين، ما نعرفش أنا. مرحبا بكم، هذه الملاحظة الأولى، وعنا العديد من الملاحظات خاطر البارح فطرنا جميع. وحب نسأل السادة المستمعين، أنت كيبدأ مثلا هو شو تسمى سيلف سيرفيس، فهمتني ولا لا؟ معناتها أنت باش تفطر، تبدأ بالسلاطة ومن بعد السويت ومن بعد الديسير، ولا تجيب الديسير الأولاني فهمني ولا ثم تجيب السلاطة؟ وشكرا دافع. صباح النور اختي زينب، صباح النور. صباح النور خويا جعفر، صباح النور خويا رافع، صباح النور اختي ربيب، صباح النور خويا زعبار، صباح النور خويا عزيز، صباح النور خويا حسام، صباح النور خويا ايهاب، صباح النور اختي شدلية، صباح النور. ان شاء الله مبروك عليك المريول، لو فيغ تو فا تري بيان، يعيش ادخلي في الموضوع. جميل الفير اللي هو لون الخوخ، نوع من الخوخ والبوتابقايا، فيه ان هكا اون نيونس دو فيغ نحبها برشا برشا برشا، ويتكرو بالفرشيطة الخوخ. موضوع بعد شكي فيه بأكثر التفاصيل. صباح النور أختي ربيب، كنت شاهد على العصر طبعا. نعم، صباح الفل والياسمين جعفور. بونجور زينب، رافع ليكيب الكوليكا. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع. سيد جعفر القسمي، كن خليتنا أنت ما كشفتش بعض التفاصيل بعد كل التفاصيل على فطور البارح. الحقيقة ما نجمش نسكت. صباح النور سي رافع، صباح خير. صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم. في الشوط الأول عنا خوخ بالفرشيطة، في الشوط الثاني عنا جاتو بالسكينة والفرشيطة. لذا مش نزيدوا قوي في الدوزة في الشوط الثاني، على خاطر كريم شانتيي بالسكينة والفرشيطة فمش منارة. شكون ذي؟ موجود موجود على يسارك البارح قاعد، يبارك انت مريتو محسن. ساعات فما الكوارث يبدو بجنبنا من شوفهم. محسن محسن ايه. لا 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 لا، محسن يتبع شو 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 يتبع موجة كاملة، يقول لك لو كان زينب تاكل في الخوخ بالفرشيطة محسن راهو مظلوم. والله محسن محلي صديقي، محلي جميل محسن ومرتوب محلي. محسن عنده نفس التكنيك بتاعي انا. انا اخويا عمري ما نبدا لوليني، اغزر على اليمين وعلى اليسار. لا لا، تبدا الدنيا مدعوكه وضخامات وكذا، طلع على اليمين على اليسار، ناس عندهم تجربه. هو غلط، كان طلع على اليمين، هو راه عمل الفضح كيفين، راه سيبه صحيح. هو شاف اليسار. نبداو اختي زينب. خويا جعفر، منشوف اولا نشكر السيد مراد على الاستضافه. ميرسي يا مراد، شكرا جزيلا، ربي يبارك له. ومحلاك محلاك محلاك، ملا شخص وملا قصه وملا حكايه وملا رونكونتر، ملا لقاء البارح. والله رحت الدار البارح، حكيت على قصته للدار. والله والله لميتهم كل قداش مؤثره. انا يا خويا قصه 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 ملهمه والله. زعبار قال ما نشوف سامحكم، يدعي زعبار، يدعي بينا، مش مقبول دعوه ثم دعوه، مش مشكله يا اخي. الكل حتى توزي غايه يطلع الفلوس، مازال يدعي يطل ينط في شعر. هاي ريت سبحان الله. هنكملوا الساعة القصة بتاع الرجل، قصة ملهمة والله. سبحان الله جداً. سبحان الله خوي، إن شاء الله ربي يبارك لك خوي مراد، إن شاء الله ربي يبارك لك، لك أنت ولمريتك هذيك. الله يرحم الوالد. أمين يا رب. الله يرحم الوالد وراه خلى راجل. إن شاء الله ربي يبارك لك. شكرا على الاستضافة. وبربي لهنا نحب نوضح، بربي نحب نوضح حاجة مهمة برشا برشا للسادة المستمعين، وين ما كنتوا خارج وإلا داخل حدود الوطن. أعزائي المستمعين، احنا راهو عكس الظاهر، زعما ما نقبلوش الدعوات، نقبلوا. ليه؟ مش كل الدعوات. لا لا، كل الدعوات. ليه؟ زي اللي بسكتي لعطف. ليش؟ باينه انا نحكي لها. تفضلي. اعزائي المستمعين، انا راهو عكس الظاهر. من لبلبي للونغوست. لا اله الا الله. خليه يعبر على ربي. اعزائي المستمعين، احنا راهو عكس الظاهر، نظهر صعابه. مانيش صعاب. انتوما بادروا برك استدعاونا، طيب تشوفوا كيفاش احنا بلونجون ونظهروا مضخمين. ترونسبور علينا نحن، فهمني ولا ترونسبور علينا نحن، ونجيبوا حتى الخبز والباكيت ونخلى علينا نحن. اما انتوما استدعاونا، ما رينا منكم شيء مستمعين، ما رينا كان من مراد. تو مراد البدايه قويه والله. ليه؟ علاش؟ لا لحظه، ما جاناش الكسكروت العياري، وما جاناش الكفتاجي، وما جاتناش العصايد، وما جاناش الشاي. نسبه 2% من المستمعين لا يمثلون، من كل المستمعين لا يمثلون. صحيت، خل نفسر لك. يا رسول الله، لليوم ما عندوش، ما عندوش مواطن عنده ثانيه يستدعى في الخوخ. نحب نمشي لثانيه الخوخ، نحب نركش في ثانيه في ويكاند. بربي اما ما تخافوش، انا ماشي فيسك، ما تخافوش عليكم امان الله. اللي عنده ثانيه يبعث لنا التصويره، خلينا نمشي خويا نتمتعوا في الرزق. رانا اخواتكم، رانا عينا، رانا 9 شهور نخدموا، خموا فينا والله. بيسين، اللي يقولوا بيسين يقولوا مفتاح عند بابا، تتليفه تحسها تتليفه. ها مراد استدعانا،
شنو خسر؟ قداش خسر؟ زوج ملايين في كرة، زوج ملايين بالمليون، ثلاثة ملايين وستة ملايين، شنو هما بارابور المستمع يقترب من المحبة بارابور من منشط ومنشط فهمني ولا يفطر مع مستمع؟ هاي نظموا روحنا اليوم جماعة اليوتيوب والانستغرام ونلموا بعضنا وباش نزيدوا نسهلوا لكم، كان ما تنجموش تخلصوا علينا ابعثوا لنا يا خويا نخلصوا زينة بسكتي مازال جمعة لله صور شحويش فهمتني ونقبلوا الكادوات من زعبات نقبلوا الناس كل كادوات الناس كل تقبل كادوات فهمتني نقبلوا كادوات من التليفونات للكراب شنو المشكله ما اقل ليه ما. يا زينب يا بنتي تفرجت المره فاتت في ام بي سي واحد انا مش انا شبيه هداوا له كهرباء مش نورمال عباس حمود عباس حمود قال انا مش انا هو مش انت بارك الله فيك بيان سور احنا فضلكم اما جيت حبيت نقول حاجه شكرا للهديه اللي جاتني من عند صديقي قيس رجاز اللي هي كوره بعث لك كوره قيس كوره الاد مولدي بارك الله فيك وريني الكوره سي رفع محلاه ان شاء الله ربي يبارك لك قيس ميرسي بوكو ربي يبارك لك وياخذ بخاطرك ان شاء الله ربي يحفظ لك وليداتك يا قيس يا باهي يسمح نعود الان للفطور بتاع نعود كل وقت نعود ان شاء الله مبروك الدومة ان شاء الله تلعب وتفرح وتتفرهد وتتمتع كريستيانو قلت له توا اكبر غلطه عملتها في حياتك انك هزيت رفع ودخلته للكره اللي مدها لي انا خير نتاع مش مشكله قلت له اكبر غلطه انك دخلت رفع على الاستاد قال لي انا ما دخلتش رفع على الاستاد دخلته للتاريخ حلو والله قوي خاطر اول مره يجي الاستاد صحيح ولا والله يجد مو به هاي احكي لنا عاد على الاجواء البارح برجولي والله انا بعد شوط المحسن يعطينا احوال الطقس انا ياسر فرحت اللي بالغونكونتر باللقاء مع السيد هذا السيد هذا اللي مستمع وفي عنده برشا يتبع فينا واللي يساهم معانا ديما ومحلاه ونحبوه على الاخر لكن ما كناش نعرفوا عليه حتى شيء نعرفوا اسمه الصغير اكهو وقت اللي جا لتونس حرص انه نتقابلوا عنده ايامات اكهو ماشي ماهوش باش يقعد في تونس برشا دونك احنا زادة احصرنا رواحنا وحصرنا الوقت باش نجموا نتقابلوا معاه الفريق الكل ملا رونكونتر ملا حكايه حكاها لنا والبارح تعرف نحكي مع الاولاد واحنا مروحين قلت لهم قديش اون سو رون كونت وقت اللي نقابلوا المستمعين الراديو تعمل معاهم علاقه كبيره برشا على قديش الناس اللي مش عايشين في تونس يحسوها بوابه للبلاد انكرويا خلينا نحكيوا السيد هذا عاون برشا في الناس بالناس برشا عاون برشا برشا في الناس بالناس الله يرحم الوالد الله يرحم الوالد الله يرحم الوالد اي خنفسر لك عليه معناتها كي تفهم علاش يعاون علاش يعاون ساعة قال لي جملة أنا ما نجمش ننساها قال لي أنا ما نحبش الناس بالناس في الناس بالناس تخسروا أي صحيح ما قال خطر بالنسبة لي أنا لو كان أنتم خسرتوا يا ملاها الدنيا وفات مشيت يلزم تربحوا يلزم تربحوا يلزم نشجعوا بعضنا وقال راني بشر عادي صحيح مره عندي مره ما عنديش اي ماهوش فحش الثراء معناتها باش الناس اللي قاعده تسمع فينا تفهم انا بشر عادي. عادي انا بشر عادي ولكن قال ممن اللي كونه يلزمنا نعديه ورسائله وموجات ايجابيه ان شاء الله ربي يبارك لك والله يرحم الوالد ربي يزيده من خيره يا رب انا استنتجت جمله من المقابله نتاع البارح والحكايه اللي حكاها لنا مراد اللي هي قصه قويه برشا انه في الحياه اللي ما يصير له شيء ما يولي شيء اللي ما يصير له شيء ما يولي شيء كان حياتك ستاندار ياسر ما فيهاش طلوع هبوط ما فيهاش دنيا ما فيهاش فيهاش كفوف من الحياة راك ما تنجمش تولي حاجة ولا بالحق يعني أفرحوا كان فما عباد تسمع فينا وما بتليتهم الحياة على الأخر أفرح راك أنت شخص سبيسيال صحيت وبتتر المستقبل متاعك قاعد يحضر لك في حاجة ياسر مزيان صحيت تحية ليه وتحية كما قلت لزوجته ولعائلته ياخو بخاطرك شمس غلطته على الاخر علاش قال قبلنا كي جي قال ما فطرتوش معايا انا ليه عليه لا قبلنا شمس قبلنا افطرتوا جميع ولا افطرنا مرتين هي إيه عليها ما تعلمونيش تو غلطت مع الراجل لا قلنا شنو انا عليه ما تعلمونيش مشيت جعفر ولا كيف كيف قلنا لك قلنا لك تمشي معانا قلت ما نمشيش مسافر ما نجمش وقت انا مسافر صافا المره الاولى انا لا وقت اللي مشينا لطفي نتاع الباب الجديد ما مشيتش معنا انت ما مشيتش مسافر انا مش هنا هو مش هنا مش في تونس اصلا شمس نعتذر خويا نعتذر من كافه المستمعين ثم مواطن اخر زاد خديت في خاطري منه فهمني ولا البارح خديت في خاطرك اي هذا اللي على الانستغرام عش نعطي الانستغرام يوري فيا في التلفزة في الماتش يمشي يبعث لي فيديوهات زعما عنده البي ان سبورت ويعطيني ضربه كليماتيزور من غادي فهمني ولا عمل
فهمني ويعمل لي مره ماتش سيسباس خساره ما عندكش ما عندكش البي سبور مش مشكله نواب كريم باش نمشيو لاحوال الطقس مع المواطن اللي ما يفهمش في الطقس اللي الناس استنست بيه ما يفهمش الجمله في الطقس ذكروا اللي هم ما يفهمش في الطقس سي محسن مباشره صباح النور صباح النور شافور صباح النور زينوبة رافا ربيع نفهم شوية في الطقس جعفر مش ما نفهمش مش مشكل باهي خلينا نعطيك الجينجول نتاع شنو هي الجو خلي يسأل الشاي وخايتك ربيع قالت لك هز الجينجول تفضل زعما شنو هي الجو باهي محسن من غير إطالة عايش خويا لأنه ضبطنا الوقت حسب رأيك شنو الجو اليوم باهي ممتاز فما تنفسنا شوية فما شوية رياح الرياح هذه جعفر حسب ما كي أبحرت شوية البارح على الإنترنت الرياح هذه تساعد في خروج سمك الدغدوغ سمك الدغدوغ شكون لحظة سمك الدغدوغ يخرج هذه السمكة هذه صغير سمك دعوب يجي للساك وين الأقدام وين السوابع ويبدأ كي تك 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 يدغدغ فيها دعوب هو اسمه سمك الدغدوغ يدغدغ سمك الدغدوغ سمك الدغدوغ تربش بيه حلوة محسن وحكيت حتى رفع نورمال مرة حكينا فيه الموضوع هذا لو رفع حكينا فيه ورفع يفهم شوية في سمك البحار ينجم ينجم تبعثه للشاطئ ويستكشف شيء هذا جافر بارك الله فيك ونجم يصور بارك الله فيك محسن البارح خليتك في كامل مداركك العقلية يا أخوي رافع مراسل شعمل انترفيو مع واحد في السمكات تاع الدغدوغ تصور واحد يعمل فيه انترفيو مع الحوت مدام دغدوغة لا موجود نقابة الدغدوغ موجود عنده الحق ريت مثلا في شيرة غار الملح وكل شيء تمشي تعوم وكل وين معناتها بالحق راهو فما والناس اللي ما تحملش غادي ما تعومش على خاطر يجيك الدغدوغ بس مش دغدوغ كل واحد شنو يسميه خويا شنو يضحك يضحكك يا بيدغدغ الشلبة هذيك الضحك لا 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 دغدغ يشد لك في سيخك يا كي على سيخك يدغدغ اي يدغدغ حتى جناب راه زادك ضغط مليح فما حاجة كاملة في تايلاند اسمها الفيش سبا تسمع بها جعفور محسن انت فطرت معانا البارحة فطرت ونشكر السيد على الفطور المزيان السيد يعطيه الصحة بارك الله فيك شو الحاجات الحقيقة محسن شي الأشياء المستغربة اللي ريتها في الفطور مثلا ما شيء مستغرب أنا محسن ريت الفطور افطارنا كلينا بيسير اي لا لا شنو احنا حكينا في الكهرباء شنو هي الحاجة اللي انت استغربتها قلت لي امبوسيبل كنت نتوقع شنو هي يتكلم عادي يا محسن جعفر انت حكيت انت قلت انا محسن ياكل في الكاتو انت شكون تبعت هيا يتكلم يا محسن تبعت زينب صحيت محسن صحيت يا محسن والله العظيم برافو عليك برحمة وخيتك يا محسن زينب خذرت لزينب برافو محسن خذرت لزينب شخيتها تعمل خوخ بال ها؟ في الخوخ بال جاسوم انا في البيرتو بقايا نورمال يا محسن والله صحيح دخلت الاتيكيت دخلت الاتيكيت نلقايك لا بالفرشيطه هو نجم نوضحها برافو نجم نوضح هنا الراي العام وضحي الخوخ راهو يتاكل كيف ما احنا نحب هيك تغيير استنى تبطى بقايا تنجم تقصه في الوسط تنحي القلب ومن بعد تاكل الاطراف هذيك تنجم على روحك كان كعبه شوشه اما كي يبدا حد عنده انسونسيبيليتي في سنيه كيف انا علاه زي ما زلت صغيره لا انسونسيبيليتي فما حاجات مش حكايه مخلخلين اما فما انسونسيبيليتي كيما مثلا تاكل جلاس وتعملك شويه وجيعه ولا تشرب ماء بارد دونك تقص الغله باش ما تعملكش لا سونسيبيليتي لا اكثر لا اقل مش موضوعنا توا احنا ريناه المشهد جميل المشهد شبيه المشهد لا 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 يا جعفر يا جعفر يا جعفر تاكل بالحق كيكه حتى المذاق بنين تحس صحيت يا محسن مذاق تبدل محسن والله تعرف علاش يدفع علي اللي راه فيك مش زز في العلوش راهو شيء يندله الجبين خاطر يدفع علي محسن ميرسي محسن سي تري جونتي مش هذين المتفقين فيه محسن شكرا على التدخل بارك الله فيك كان معنا محسن صديقي البارح حضر معنا في واقعة الفطور شكرا للسيد اللي استدعانا كيف قال محسن شكرا للسيد اللي استدعانا زين ومفادلكم بيانسيو طبعا نعرف فادلكم بيانسيو انت على الأقل فهمني ولا عندك طقوسك وعاداتك وتقاليدك ونحترمها ثم اتيكيت عادي ولكن أنا الحقيقة ما
ما أبهرني. يلا قول الحقيقة جعفر. السيد حكي معايا باللونجلي، عدنا زوجته قالت لنا انجوي انجوي كلمة تعلمت برها جديدة. ما نعيش خويا يوسف، ربي يخليك شوف الحق محليها تبارك ربي يبارك لك. قالت لنا انجوي انجوي معناتها تفرهدوا تمتعوا اعملوا جو. اقسم بالله فهمت، يتلفت رفعته قدام الراجل واحنا تو معروفين وانا منشط رئيسي. صحيح قال لي فهمتها انجوي معناتها تفرهد ولا فسرها لك أي. ولا يفسر لي قدام الراجل ومرته بالتليفون مش مشكلة ذي. وقت اللي جات اللحظة الحاسمة برحمة العز عليك ربي ربي سبحانه وراك تدق الهم عارفينه صحيتي المسيو أو السيد كما يقول محسن اللي استضافنا بارك الله فيه سجيل. قال يحكي على قصة صارت له، قال فلومي غزار سيد رفع قالوا معناها اخرج ما تطردك الراجل وجهه لخلخ تغزر له متعقل وجهه فلومي فولو مي. صور احنا كنا في الستات قال نمشيو لديسير الراجل على ما تصدم تصدم في روحك لا لا زعبارس اني على مساله مهمه شنية كليتو؟ قال درتو حول مكان الجريمه احكيو لنا شنية كليتو. انا برجو ليه تفضل بديت بالصلاه من الاول وكل شيء خاطر نعمل هكاك نعمل صحين صغير فيه صلاه انا انت بديت بالصلاه بديت بالصلاه صحين باهي فيه صلايت هكا نوعت كل شيء من بعد في البلاد ريزيستانس انا الوحيد اللي عجبتني نواصر ما فهمتش عليه اللي خرجت لبرا الناس الكل يقولوا نواصر ماهيش به انا كليت نواصر وعجبتني على الاخر نواصر انا كليت نواصر واللحم هبزه انا كليت نواصر كليت نواصر وحطيت معاها ضريبه كباب لحم على جنب وضريبه دجاج نعرف ما يتخلطوش الزوزه الحمد لله كسرونه كبيره في الكوان صحيح اقسم بالله ممكن فقط بك انا بالله ريتها الكسرونه كي تهزهم ما يهبطوش يقعدوا واقفين هكا الكسرونه يرجعوا كي تهبطهم انت والله ما تركحش انا كي نحل الطنجره استنى كي تبدا جيعان كاينه اكتشاف صحيح تبدا تهز شافر في بالك اللي مكتوب على اليمين اسم الماكلة لا قبل ما تهز لا 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 أما تتعب راه في وتلك كيما هكايا بتاع الفرويد مير أكل خلطة بالخضرة هذيك تحط بها أنا في الأخر أي جبتها لنا وقتها كل كل هذيك في الدورة صح وفي بالك في البوفيه في الوتلة تقول اسمعني راه فما فرويد مير في الدورة تبدا تنعدي ما في البوفيه فما فما شكون اللي يتيح بالحاجة وفما طريقة نتاع دوران في البوفيه لازمك ما توريش روحك اللي أنت ماكش فاهم الموضوع لازمك توري روحك اللي أنت ميتريزي وفاهم صحيح فما نوع من الكلاس لازمك فما تمثيل صعيب البوفيه راه ماهوش سهل وثما كاين اللي مستانس ثما رونق أنا عملتها كاين اللي مستانس معناتها تهز الخبز وتبدا تنقش في الخبز نورمال زعما انا عملتها مليح خلينا نعطيك فازه انا نعطيك فازه باش نحطك شديني ياسر بالحديث باش نعطيك فازه سيتياسيون اكل المقص اللي يهزو به طيحتو تبدا انت في الصف تاخذ المقص مثلا مش طلع كعبة تارت التارت ما تحبش تطلع تبدا انت ماذا بيك تهزها بيدك تحطها في الصحن اما تحبش توري روحك قدام اللي وراك اللي انت ما تستعملش المقص تفتقوا البلاتو ولا هذاك اللي صار تفتقوا تريحيهم الكل ثم ربي راج انا ديما نعملها ربي راج نوزرش شكون ورايا شكون بجنبي لو كان ثمك الكرواسون الصغير ذاك زرتان هذاك نورمال تعمل وقت تعدي الكعبه في نيولي وتعبي في الصحن راهو باش تعبي الصحن ثم وقت باش تعبي الصحن توصل تو وقت ديجا جير الصنار انا نهز خويا تاكل سيربلاس نعمل ضربات في نيولي ونوصل في الطاوله نقعد ان شاء الله ربي يبارك له السيد الاستدعان شكرا للسيد المستمعين ان شاء الله ربي يرحم الوالد نتاعك تحيه للسيد المستمعين اللي يسمو فينا الكل زينوا براني نفدلكم والله نعرف لا لا بكون من بالفرشيطه ما تجيش ما تجيش ربي ميرسي صحه تفضل الناس رفع حللت اهلا ونزلت لسانا قيس يعطيك الصحه على الكوره نعملوا فاصل ثم نواصل ضيوفنا بشنف